مساء الخير جميع مشاهدي اريبيا ويذر دوت كوم. احنا هلا امام مجمع الملك حسين للاعمال، عم نحكي عن اجواء فعلا ثلجيه زي ما عم بتشوفوا. يا ريت لو حمزه تيجي معنا خلينا نصور تحت. زي ما حكينا يعني الاجواء عم نحكي عنها اجواء ثلجيه بامتياز، كثير طبعا الان الثلوج كثيفه، تراكمات زي عم بتشوفوا سريعه جدا، طبعا التراكمات عم بتكون سريعه لانه درجه الحراره منخفضه، تساقط الثلوج كثيف. الان عم نحكي عن بدايه دخول الجبهه الهوائيه في العاصمه عمان. ما بننسى اهلنا بالشمال، طبعا احنا بنصور من عمان نتيجه وجودنا بعمان، بس ما بننسى اهلنا بالشمال انه الثلوج عم تتساقط عليهم من فتره طويله. طبعا هاي الثلوج عم بتكون رعديه وبنفس الوقت عم بيصاحبها البرق، وكمان حتى الثلج عم بيكون كثيف لدرجة أن التراكم سريع جدا. خلال الساعات القليلة القادمة عم نحكي عن استمرار لهذه الأجواء الثلجية الرائعة حقيقة واللي عم نستناها من زمان. عم نحكي برضو بنفس الوقت عن ربما في ذروة الحالة الجوية عم بتكون ما بين مساء اليوم حتى ساعات صباح يوم غدا إن شاء الله، والثلوج يتوقع أن تستمر على هذا النحو رغم أنه طبعا ممكن أحيانا تتوقف وتتجدد من فترة إلى أخرى. عم بيسألوني الناس كانوا انه ايمتى رح توصل الجبهه. الجبهه بدات في الدخول تقريبا في اجواء المملكه، ودرجات حراره في مختلف المناطق هي تقريبا تلامس الصفر المئوي، ربما اقل فوق المرتفعات الجبليه. مش عارف اذا في هيك عم نفكر باسئله ثانيه شباب، هيك عندكم اسئله نجاوبها للناس؟ الناس عاده يعني الاسئله عم نسمعها هلا يعني اكثر شيء عم بيسالوا انه طيب مثلا مناطق مثل الكرك الطفيله مادبه كل الجبهه ما دام دخلت العاصمه عمان وبلشت تدخل العاصمه عمان بمجرد ما دخولها راح تمتد لباقي مناطق المملكه. هذا طبعا احنا هلا حاليا عم نتجول في مركز حسين للاعمال، عندنا تقريبا تراكمات يعني عم بقدرها تقريبا ما بين 5 الى 10 سنتيمتر، والثلوج عم بتكون كثيفه. انا شخصيا بحب هذه الاجواء وبحب هذا التساقط الكثيف للثلوج في العاصمه عمان، وان شاء الله ندعو الله يكون هذه ثلوج ثلوج خير وبركة، وأن يعم الخير على الجميع، وأن تكون قلوبنا بيضاء، وأن تكون العاصمة غدا إن شاء الله بيضاء مثل هذا الثلج الأبيض. أعود وأذكر بأنه غدا رح يبلش في عن تراجع تدريجي في الحالة الجوية، ورح نبلش عن نحكي عن ربما ثلوج تصبح أكثر على شكل زخات متباعدة، لكن خميس على الجمعة إن شاء الله مرة ثانية رح نشهد المزيد من زخات الثلوج، وعفوا أو مزيد من الثلوج في بعض مناطق وأجزاء واسعة من المملكة. يوم الجمعة نحكي عن اجواء بارده جدا، وبرجع بذكر بانه احنا على موعد مع اجواء جليديه يوم ليله الجمعه على السبت، وتدني درجات حراره الى مستويات قياسيه ربما تصل ما بين الى ناقص 10 درجات مئويه، وايضا نصل الى يوم الاحد اللي ربما ايضا تتجدد فيه الثلوج مره اخرى في ساعات الصباح، ولكن بعد الظهر راح نبلش نحكي عن نهايه لهذه الموجه والعاصفه هدى التي بدات الان وتنتهي حتى الاحد المقبل. راح اترككم من هلا شوي مع بعض اللقطات في مجمع الملك حسين للاعمال. المنظر رائع جدا، الثلوج عم بتغطي معظم المناطق، ويعني نتأمل إن شاء الله المزيد من الخيرات على المملكة. أتمنى لكم مساء سعيد، ابقوا على تواصل معنا، إلى اللقاء.